كولا الديربي المغاربي، حوار الجزائري المغربي هل ينتهي بهدف قاتل؟ ياسر كمال كرة مخاوص، هدف الهدف القاتل بجولة بجولة يسجل الكرة في المرمى ولكن هدف يلغى يلغى الهدف. سنتابع الإعادة إن كانت السلة الموجودة أم لا. الفريق الجزائري سجل من كرة ثابتة مرت من بين قدمي الحواصلي ولكن يلغى الهدف في الإعادة لإفادة. سنتابع الإعادة إن كان المساعد الإيفواري محق أم ماذا. سنتابع الإعادة إن كان التسلل موجود. ياسلي كمان شوف الإعادة من هذه الزاوية، صعب صعب من هذه الزاوية، من زاوية أخرى نستطيع الحكم على اللقطة. في نهاية المطاف هدف ملغى، ركلة حرة مباشرة لفريق الفتح الرباطي. أعطيني هذه الزاوية، من هذه الزاوية في تسلل، في تسلل، في تسلل حتى وإن كان لعب